ومن شرم الشيخ إلى العلمين، لسه مكملين مع سياحة ترفيهية رياضية فنية، كل ده وأكتر بتلاقوه دايما في العالم عالمين. زميلي العزيز محمد سعد مراسل قناة دي ام سي معانا على الهواء مباشرة من المدينة الساحرة، إليك يا محمد. صباح الخير. صباح الخير يا هبة، وصباح الخير على كل مشاهدي 8 الصبح. ما زلنا بنتابع فعاليات مهرجان العالم عالمين. بالأمس يا هبة كان طبعا الحفل ساهر حتى الصباح. بدأت الحفل طبعا بالفقرة فنية للفنان أبو، وطبعا قدم مجموعة كبيرة جدا من كل الأغاني اللي احنا بنحبها. غنى 3 دقات، كان أستاذ في الشياكة وأستاذ في الدلع، الجمهور كله كان تفاعل معاه بشكل كبير جدا. بعد كده طبعا كان عمر كمال دخل بعد أبو وغنى مجموعة كبيرة من الأغاني بتاعته، تفاعل جدا الجمهور. الجمهور امبارح كان مبسوط جدا بشكل كبير بسبب الأغاني والتنوع الموسيقي اللي كان موجود امبارح في الحفلة، أغاني رومانسية على أغاني شعبية على أغاني مهرجانات، ده اللي كان مخلي الاحتفال جميل جدا. امبارح لما أجريت لقاء مع عمر كمال قال كان أنا مبسوط جدا إنه تم دعوته لمهرجان العالم عالمين، وأنا لما كنت بشوف المهرجان في التلفزيون يعني كان عنده غيرة كده إنه كان نفسه يشارك في المهرجان. ولما قلت له هتقدم إيه فقال لي هقدم كل حاجة لحد ما كل الناس يعني تزهق من الأغاني بتاعتي كلها. فطبعا بصراحة كان في تفاعل جدا بشكل كبير مع عمر كمال ومع والجمهور كان مبسوط جدا. آخر حاجة طبعا الصواريخ ودبل زوكش قدموا فقرات كتير جدا من الأغاني المهرجانات، التفاعل برضو معها الجمهور بشكل كبير امبارح. يعني كانت الليلة جميلة جدا والاحتفال كان جميل جدا. النهاردة طبعا بنتوقع طبعا إقبال جماهير كبير جدا لحفلة ويجز، الدخول بداية من الساعة 6 مساء. الكل طبعا يتوقع جمهور كبير هيجي للفنان ويجز، عشان طبعا الجمهور بتاعه مش في مصر فقط يا هبه، ده في الوطن العربي كله. الحفله النهارده طبعا هتبتدي الدخول من بدايه من الساعه 6 طبعا لحد الحفل ان شاء الله، ممكن هيبتدي على الساعه 10 او 11 بالليل. وبعد بكره بقى هيكون ختام فعاليات مهرجان العالم عالمين لحفل لشار موفرز، وبرضه هيكون متوقع إقبال جماهيري كبير. الكل مستمتع بكل الفعاليات الفنية اللي موجودة في مدينة العالمين. المقيمين في مدينة العالمين يهبة سعداء جدا بالمهرجان، قالوا المهرجان عمل ترويج كبير جدا لمدينة العالمين الجديدة. أجرينا لقاءات مع عدد كبير جدا مع الجمهور، الكل قدم الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم المهرجان. حقيقي التنظيم جبار يهبة، الموضوع مش سهل يعني عشان يطلع بالشكل اللي انتم شايفينه على الشاشة ده، لا الموضوع مش سهل خالص. الموضوع ان كان في فعاليات فنية بتقام في اماكن مختلفة، فعاليات رياضية بتقام في اماكن مختلفة، كل فعالية لها تنظيم معين، لها دخول وخروج. لا الموضوع مش سهل، اتعمل بشكل يعني احترافي جدا، عشان كده طلع بالشكل العظيم على الشاشة ده. كل الناس بتقدم الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم المهرجان ده. هنتابع طبعا معاكم حفل ويجز النهارده وفعاليات حفل ويجز، وبكره حفل شار موفرز لحظه بلحظه. عوده ليك يا هبه مره تانية. اشكرك زميلي العزيز محمد سعد من العالم عالمين، بشكرك شكرا جزيلا. واعتقد انه يحاول ان هو يتابع كده بدايه المهرجان من بدايته، يحس انه سر نجاحه بتكمن في حاجتين. اول حاجه الاهتمام بالتفاصيل، وده سر النجاح على فكرة، دايما يقول لك كده أهم الشغل تظبيط الشغل، فتظبيط الشغل كمان اعتمد على الجزئية التانية الأهم وهي رغبات الجماهير، إن أنا ألبي رغبات الناس. وعشان كده دايما كنا زمان كده وإحنا صغيرين نقول لك إيه، مش هنروح مش هنروح، كنا نقعد نعمل كده مثلا في مباراة عجبانة أو حفلة فعايزين نقعد نكمل، مثلا في فنان موجود على المسرح ومش عايزينه يمشي يكمل معانا السهرة ويغني ويمتعنا ويسلطنا زي ما إحنا بنقول للصبح، فالناس اتسلطنت والناس
الناس اتبسطت من الاحداث الرياضيه والفنيه وكل الاحداث، حتى يعني كنا بنقول مثلا الفاشن شو هيبقى مقتصر على فئه معينه، لا ده كان اكثر من رائع، وكان محطوط اصلا فكره العرض بتاعته كانت اكثر من راقيه. دايما يا رب مصر في جمال وفي تالق في جميع المجالات ان شاء الله على كافه الاصعده، وده بيفرحنا، اذا كان مشروعات، اذا كانت مبادرات، اذا كانت حفلات، اذا كانت فعاليات رياضيه، دايما بنتمنى الخير لبلدنا وقلبنا ورا بلدنا على طول.